العلاقات الإعلامية المصرية الإماراتية ممتدة منذ بداية الاتحاد. على فكرة أن مصر أرسلت كتيبة كان يقودها والدي الله يرحمه الأستاذ مصطفى شردي لتأسيس الصحافة وبداية الصحف بشكل قوي في دولة الإمارات اعتمادا على مدرسة أخبار اليوم الصحفية. وهذه العلاقة استمرت بعد كده وتطورت هذه المؤسسة. ولو لاحظنا لو أنا حديك مثال نفس المثال اللي أنا حضربه في الندوة وقلته في الندوة، عايزين تعرفوا قوة الإعلام في ربط العلاقات المصرية الإماراتية، انظروا إلى تصريحات الشيخ زايد في حرب 73 ووقفة زايد إلى جنب مصر إلى جنب العرب في هذا الوقت بالذات اللي عبرت عنه صحافة الإمارات واللي خرجت به صحافة الإمارات متحدثة إلى كل العالم، فاهتم العالم بما يقال عبر الإعلام ونقل الإعلام المصري كل هذا عن الإعلام الإماراتي، واستمرت هذه الحلقات بعد كده.